اتخذت الولايات في ألمانيا إجراءات عديدة لمواجهة فيروس كورونا في سكن اللاجئين وطالبي اللجوء. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد تمام من قناة MDA TV. قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة، بتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك الفيديوهات أول بأول. كل ما سيتم ذكره في هذا الفيديو يا جماعة يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء والخدمات التي قدمتها الحكومة الفيدرالية الألمانية للاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا في ظل أزمة كورونا التي اجتاحت أوروبا. طالبي اللجوء يصلون إلى ألمانيا في وقت وباء كورونا المستجد. كيف تتعامل السلطات معهم في ظل هذه الظروف؟ وما هي الإجراءات الصحية في حال اكتشاف حالات إصابة؟ وما هو وضع سكن اللاجئين في زمن كورونا؟ جميع هذه الأسئلة والمواضيع سنحاول الإجابة عليها في خلال هذا الفيديو. اتخذت الولايات خطوات في سبيل السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد. هذه الخطوات شملت أيضا سكن اللاجئين، مثل إجراء الفحوصات والعزل الصحي وإغلاق القاعات والغرف الكبيرة. كما شملت الإجراءات إغلاق الحصص الدراسية للصغار وغرف العناية بهم، غير أن هذه الإجراءات مختلفة من ولاية إلى أخرى حسب تقرير وكالة الأنباء الألمانية. طالبي اللجوء الجدد في مدينة بريمن وبعض الولايات مثل بايرن وساكسونيا وبادن فورتنبرغ وشيفك هولشتاين تقوم بفحص القادمين الجدد طبيا إن كانوا مصابين بفيروس كورونا أم لا. في ولاية بريمن تضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، كذلك تفعل بادن فورتنبرغ وبراتنبورغ. أما شيفك هولشتاين فيقضي في حجر الصحي في حالات المشتبهة بها فقط. في ولاية شمال الراين فيستواليا تفحص القادمين الجدد إن كانت تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، كما تسألهم عن الطريقة التي وصلوا بها أو قطعوها للوصول إلى ألمانيا. في ساكسونيا السفلى يتم فحص القادمين الجدد أيضا، لكن فحص الكورونا يتم فقط في حال ظهور علامات إصابة عليهم. كذلك ولاية تورتينغ تقوم بنفس الإجراءات. في بريمن تبين إصابة 4 لاجئين وكذلك أحد موظفي سكن اللاجئين بالفيروس. في بافاريا أظهرت الفحوصات إصابة 10 من بين 1900 شخص تم فحصهم في مساكن اللاجئين. في مراكز استقبال أولى في ولاية ميكلنبورغ فوركنبرغ في بلدة شتيرن هولترز أظهرت إصابة 21 شخص من بين طالبي اللجوء تم وضعهم في مراكز حجر صحي خاصة. في ساكسونيا وشلفسين هولشتاين ظهرت حالتان في كل ولاية، وفي بادن فورتنبرغ ظهرت 8 حالات، في هيسن 3 حالات، وفي تورتينغ حالة، وفي بريمن وشمال الراين وساكسونيا السفلى لم تسجل أي حالة لفيروس كورونا. العزل الصحي في ألمانيا بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء. الأشخاص المصابون والأشخاص الذين كانوا على تواصل معهم مباشر والحالات المشتبهة بهم يودعون جميعا في الحجر الصحي في كل الولايات بألمانيا. معلومات بلغات مختلفة. الجهات الرسمية في الولايات تفعل كل ما بوسعها لتوفير معلومات في سكن اللاجئين. دائرة الهجرة واللجوء في برلين نشرت معلومات ب6 لغات حول أهمية الحجر الصحي. كل الولايات الألمانية نشرت معلومات حول ضرورة الحفاظ على النظافة في سكن اللاجئين وتطهير اليدين. في شمال الراين فيستفاليا وضعت مواد معقمة في سكن اللاجئين، وفي بريمن يقدم الطعام بأوعية معزولة. ترك المسافة وأهميته. في بافاريا أكدت وزارة الداخلية على ترك مسافة 1.5 متر على الأقل بين الأشخاص، سواء في الغرف أو القاعات أو أثناء تناول الطعام أو أثناء الوقوف الجماعي. وأيضا في ولايات بريمن وبادن وفورتنبرغ وولاية شلفيغن هولشتاين. إذن إجراءات مشددة بخصوص اللاجئين في سكن اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا. بهيك وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة. كان معكم محمد تمام من قناة MDTV. بتمنى الفيديو ينال إعجابكم، والسلام عليكم.